مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل حديث عن اتفاق للتبادل المحتجزين قبل شهر رمضان وحكومة فلسطينية جديدة في غزة. ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود خلوف. مساء الخير. نور، الله يعطيكم العافية. حياكم الله. وعبر الهاتف من برلين الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ أيمن فهمي أبو هاشم. مساء الخير. نور، تحياتي لك ولضيفك الكريم ومتابعينا الكرام. أهلا بكم. نبدأ مع الدكتور محمود. دكتور محمود، تستمر مجازر الاحتلال على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها 45 بعد المئة. ما الذي يسعى إليه الاحتلال من هذه المجازر ولا سيما التي تكثفت في جنوب القطاع؟ لم يتحقق حتى الآن أي هدف من الأهداف الثلاثة الرئيسية المعلنة. إسرائيل عمليا يعني هي سياسة تدمير البنية التحتية، يعتقدون بأن الأمر سيدفع باتجاه أن يرفع الشعب الفلسطيني الراية البيضاء ويعلن الاستسلام، ولكن هيهات هيهات، هذا لن يحدث على الإطلاق، بل على العكس تماما. صحيح قبل قليل التقرير كان يتناول بعض المآسي الإنسانية لدرجة أن عدد من المواطنين قد ناشدوا الأعداء ومن يقومون بالتغطية على الجريمة بمناشدة أمريكا، ولكن هذا يمثل يعني الحد الأدنى مما هو موجود. المأساة الإنسانية كبيرة جدا وتفوق الوصف وتفوق التوقعات، ولكن الإرادة أيضا فولاذية لا يكسرها لا التجويع ولا القتل ولا الإجرام ولا الخنوع العربي ولا الانحياز الأمريكي والبريطاني والألماني الصارخ ولا هذه حالة الهوان التي تطال العالم الإسلامي ككل. نحن أمام حالة من الصمود رغم الوجع ورغم الشدائد ورغم كل من يتحدث عنه المواطنون. صحيح أننا أمام مجزرة فاقت الكثير من المجازر منذ الحرب العالمية الثانية، وفاقت حتى المجازر التي حصلت في صبرا وشتيلة وما إلى ذلك، وبالذات أننا نتحدث عن مجزرة ممتدة زمنيا وأنها بشعة في كل تجلياتها وفصولها وأشكالها والأدوات التي تعتمد عليها إسرائيل في تنفيذ هذه المجزرة. ولكن يجب ألا ننكر حقيقة أن هناك تصميم برفض التهجير، برفض ترك فلسطين، برفض أن تقوم إسرائيل بتحقيق الأهداف المعلنة للحرب من قبلها، بدعم الصمود، بدعم المقاومة، بدعم أي توجه سياسي منصف يدفع باتجاه استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة. أيضا أستاذ أيمن، المجازر هذه تتزامن مع اجتماع الكابينت في الكيان المحتل يوم غد الخميس لبحث صفقة تبادل الأسرى، حالة من التفاؤل ربما في مسار محادثات الهدنة أعرب عنها المتحدث باسم الخارجية القطرية. السؤال هنا، كيف يمكن فهم سلوك نتنياهو وحكومته مع هذه المعطيات؟ واضح تماما أنه السياسة التي يتمسك فيها نتنياهو تقوم على انتزاع كل المكاسب مقابل لا شيء، بمعنى أنه يريد تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة دون أن يدفع بالمقابل أي ثمن، وهذا أمر غير ممكن وغير مقبول بعد كل هذه التضحيات والمآسي التي يعني يعاني منها أهلنا في قطاع غزة. وبالتالي اليوم انا بعتقد انه الحديث عن يعني المفاوضات الهدنه والتهدئه تنطلق من اعتبارين رئيسيين. الاعتبار الاول انه يجب ان يكون فيها الحد الادنى من تلبيه الشروط الفلسطينيه، وتلبيه الشروط الفلسطينيه الاساسيه هي وقف العدوان وانسحاب اسرائيل من قطاع غزه، وتبادل ايضا ما بين الاسرى الاسرائيليين والاسرى الفلسطينيين، يحقق أيضا معادلة من التوازن والعدالة وليس قائمة على فرض الشروط الإسرائيلية أو الأرقام التي تريدها إسرائيل فقط، هذا أمر غير ممكن. بالتالي أيضا علينا أن نقول بأنه على يعني في ظل أو بموازاة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار أو حول على الأقل الهدنة، نستطيع أن نقول بأنه في هناك أيضا مسؤوليات فلسطينية كبيرة. يعني كلما أسرعت الأطراف الفلسطينية
في التوصل إلى توافق على إقامة حكومة توافق أو حكومة تكنوقراط، حكومة وحدة وطنية، وأن تتولى هذه الحكومة يعني تثبيت صمود أهلنا في قطاع غزة، لأنه الحقيقة في هناك مشروع خطير فعلي لتهجير أهلنا في غزة، وهناك أطراف تتعاون على تحقيق هذا المشروع، وأن تحول المأساة الجماعية التي يعيشها القطاع إلى مبرر أو بوابة للتهجير. هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات اليقظة الفلسطينية على كافة الأطراف، أنه يعملوا على ممانعة تنفيذ هذا المشروع، وهذه اليوم أولوية فلسطينية. كلما حصل التوافق بين الأطراف الفلسطينية على حكومة تقوم بإعادة الإعمار وفك الحصار والعمل على تعزيز صمود أهلنا فوق أرضهم، كلما تم عمليا إعاقة أو عرقلة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهلنا في غزة. تثبيت الصمود لا يمكن أن يتم بالشعارات. اليوم في مجاعة إنسانية حقيقية، مسؤول عنا الاحتلال بل مسؤول عنا أيضا العالم أجمع، لكن كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ هذا أيضا يحتاج إلى يعني جهد فلسطيني من القوى المعنية بالشأن الفلسطيني من كل الفصائل من كل الأطراف. نعم. وهذا اليوم الشيء اللي نحن علينا أن نرفع صوتنا، يعني كمحللين أو باحثين أو سياسيين أو كل الأطراف الفلسطينية. أهم قضية اليوم العمل عليها أنه بالفعل يتم ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما لا يجعل الفلسطينيين هم الذين يدفعون الثمن فقط. الفلسطينيين صمدوا، أهلنا في غزة قدموا أداء لا يمكن لأحد أن يقدموا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، ولكن الصراع مفتوح ويحتاج إلى أيضا إعداد خطة عمل وطنية فلسطينية لإنقاذ أهلنا في غزة والحفاظ على وصيانة كل التضحيات التي قدمها. دكتور محمود، أيضا في ذات الإطار والسياق، الاحتلال يعلن عن انتهاء عمليات الإنزال الإنسانية على بحر غزة بالتنسيق مع كل من فرنسا، الأردن وكذلك القاهرة، ولعلنا شاهدنا أن أغلب المساعدات سقطت في البحر في ظل حديث بايدن عن الملف الإنساني وأنه خط أحمر. ولكن السؤال، لماذا لا يتم الضغط لإدخال المساعدات عبر المعبر الطبيعي في رفح؟ لماذا تلقي المساعدات أو تلقى المساعدات الأردنية من الهواء؟ أليس هناك أسلوب؟ أليس هناك يعني باب للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال آلاف الشاحنات المتكدسة على الجانب المصري من رفح؟ مصر لا تريد الاشتباك مع إسرائيل، ولهذا السبب يعني حتى عملية إدخال المساعدات تتم أولا بعد تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي. هي تذهب إلى معبر إسرائيلي ومن ثم يتم نقلها إلى معبر رفح، ودائما الفصائل الفلسطينية والمواطنون يقدمون رسائل مباشرة، وهي رسائل مبنية على العشم إلى الأشقاء في مصر. مهم جدا أن يتم النظر إلى الحالة الإنسانية وإلى الفاجعة الموجودة وإلى المجاعة وإلى المآسي وإلى النقص الحاد في الوقود بما يتعلق في عمل المستشفيات، النقص الحاد في الأدوية، لدرجة أن هذا اليوم 4 أطفال قد ماتوا في أحد المستشفيات بسبب عدم وجود مستلزمات طبية لرعايتهم وعدم وجود طاقة وما إلى ذلك. هذا أمر مهم جدا أن تنظر إليه مصر في حوارها، في مخاطباتها مع الأمريكان، مع الإسرائيليين. لا يجوز أن تذهب إسرائيل إلى محكمة العدل وتقول لا ذنب لنا في موضوع معبر رفح وأن من يغلق المعبر هو الجانب المصري، ليأتي الرئيس السيسي ويقول أننا لا نغلق المعبر، بما أنك لا تغلق المعبر والمساعدات لا تدخل وإسرائيل تتهمك بأنك تغلق المعبر. أين الحقيقة ذاهبة؟ هذا من الأبجديات. المفروض نجد له إجابة في هذه المرحلة. نعم، من الأبجديات أننا يجب أن نجد هذه الإجابة، ومن الأبجديات أن نقارن التصريحات من قبل الأشقاء مع الواقع، الواقع المؤسف والصعب. ونحن ما نريده، نحن نريد العناب ولا نريد أن نقاتل الناطور، نريد أن تدخل المساعدات الإنسانية التي هي استحقاق دولي واستحقاق أخلاقي، والتي هي بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة وبالذات الاتفاقية الرابعة التي تتحدث عن تجنيب المدنيين هذه الويلات، تجنيبهم المجاعة. الآن إذا ما أقدم الرئيس السيسي على فتح معبر رفح بإدخال المساعدات، هذا مدعوم بقرار من محكمة العدل الدولية التي هي ترفض المجاعة، ترفض الإبادة الجماعية،
كما أن الرئيس السيسي يجب أن يستند إلى اتهام إسرائيل له، فعليه أن يقول لهم بما أنكم تتهموننا بأننا نغلق المعبر وأنكم لستم مسؤولين، نحن نريد أن نفتح المعبر، نحن نريد أن ندخل المساعدات. وبما أن رئيس المكتب الاستعلامات في مصر قال نحن نحرص على تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي حتى لا يقصفون المساعدات، ليقصفوا المساعدات ولتكن مواجهة بينهم وبين المجتمع الدولي. نحن لسنا بوضع أن يعني نجد حلول لهذا الاحتلال الذي يتبجح والذي يجرم، ليقصفوا أصلا هم يقصفون كل شيء، يقصفون الأطفال والنساء والمستشفيات والكنوس مختلف، ليقصفوا المساعدات ولا يقصفوا الشاحنة. نعم أستاذ أيمن، أيضا في هذا الإطار بالتحديد الأونروا تقول أن المساعدات الداخلة إلى غزة انخفضت إلى النصف بالمقارنة مع الشهر الماضي، وعني ألم تكن من شروط الهدنة وتبادل المحتجزين هي زيادة المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة؟ ماذا يريد نتنياهو من حرب التجويع التي يشنها على المدنيين رغم قرارات محكمة العدل الدولية كما ذكر دكتور محمود؟ يعني أصبح الأمر واضحا على رؤوس الأشهاد، نتنياهو يريد استسلام وتركيع الشعب الفلسطيني. عندما فشل عمليا في حملته العسكرية لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، قام بفرض حرب تأديب وعقاب جماعي طالت 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة. من نجا منهم بالعملية العسكرية من هؤلاء المدنيين يموت الآن بالجوع بسياسة التجويع. وبالتالي واضح تماما ما يريد نتنياهو، لكن الأمر الأغرب والمدعو للمفارقة المؤلمة هو موقف الدول العربية. يعني كيف ما زالت مصر حتى الآن، يعني الشاحنات أكثر من 2000 شاحنة تقف على معبر رفح ولا تتمكن من الدخول؟ هذه مسؤولية مصر بالمناسبة، ولا يجوز أن نلقي كل الأمور على الجانب الطرف الإسرائيلي، طرف العدوان الاحتلال الإسرائيلي. نعم. هناك مسؤولية على عاتق مصر درجة الأولى، هذا معبر مصري فلسطيني، وهي تتحمل مسؤولية إغلاق المعبر، وهي مسؤولية بالمناسبة قانونية قبل أن تكون مسؤولية سياسية، ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية. نعم. وبالتالي لا يمكن أبدا تبرير أي عذر مصري في هذا الاتجاه. على العكس، كلنا سمعنا عن تقارير تقوم على تورط جهات رسمية مصرية في ابتزاز أهل غزة وإجبارهم على دفع مبالغ بآلاف الدولارات مقابل عمليات سمسرة لخروجهم من المعبر والهروب من جحيم هذه الحرب. ما يجري وصمة عار بحق هذه الحكام، بحق هؤلاء الحكام. هذه مضحكة فعليا، أن يعني يقوم النظام الأردني أردنيين مع المصريين ومساعدة الفرنسيين بالإنزال الجوي للمساعدات. هذا استهبال للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يمر على طفل صغير في غزة. معيب ما يجري فعلا، أن هذه المساعدات كانت يجب أن تدخل عن طريق معبر رفح منذ اليوم الأول. أكثر من 140 يوم ما زال هذا المعبر مغلق والناس تجوع، الناس في شمال غزة تأكل علف الحيوانات. ثم يأتي ويقول يعني مسؤول مصري ما بأنه هم يعني لا يتحملون أي مسؤولية. إسرائيليين في محكمة العدل الدولية قالوا بأنه المصريين هم الذين يعني يتحملوا مسؤولية إغلاق المعبر. هذا كلام لا يمكن أن يكون مقبول الآن. وبالتالي أنا لا أعول فعلا ولا يعني أضع آمال عريضة على هذه الحكومات وعلى هؤلاء الحكام أن يكونوا هم جزء من الحل. هم جزء من المشكلة بالمناسبة، هم مساهمين بحصار الشعب الفلسطيني، وهم عليهم مسؤولية كبيرة أخلاقية وسياسية وقانونية. والشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر من وقفوا ضده ومن شاركوا الاحتلال على ارتكاب كل هذه المجازر بحقهم، كما لن ينسوا من وقف معهم ودعم موقفهم. دكتور محمود، ولهذا في كلمة متلفزة له رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، دعا جميع الأطراف للمبادرة بكسر ما سماها مؤامرة التجويع في غزة. هل ترى أن الدور العربي والإقليمي جاد لكسر هذا الحصار؟ وكيف تقيمون الجهود الشعبية والجهود جهود الحكومات والمسؤولين في هذا الإطار؟ بصراحة أنا أتهم الشعوب أكثر من الحكومات. الحكومات والساسة يربطون مستقبلهم دائما برغبة أمريكا ولا يريدون الاصطدام بأمريكا، كما أن نصف الأنظمة الإسلامية على علاقة استراتيجية وعلاقة أمنية مباشرة مع إسرائيل. نحن لا نعول على الأنظمة، على معظم الأنظمة لا نعول عليها،
ولكن أين الشعوب؟ هل من المنطق أن نجد يوميا هناك مسيرات ضاغطة على القرار في أمريكا وفي ألمانيا وفي السويد وفي دول عديدة هي صديقة لإسرائيل، ولا نجد الدول الشقيقة إلا تحرك مسيرات خجولة أيام الجماع فقط؟ المسيرات لا تذكر، لا تأثير لديها. لنستثني موضوع اليمن، عمليا لا مسيرات في العالم العربي بصراحة. حتى مسيرات اليمن هي تسير برغبة سياسية ومن باب إظهار أن القرار الذي يقوم عليه من يحكمون اليمن هو قرار صائب. كل الشكر لكل من يؤازر الشعب الفلسطيني، ولكن بصراحة كل ما يحدث دون المأمول ولا يرتقي لحجم المجزرة ولا المجاعة ولا المأساة الإنسانية. إذا الشقيق متواطئ حتى لو كان عن غير قصد، فلماذا نلوم الغربي وغير المسلم؟ لماذا نلوم الوثني؟ يجب أن تتحرك الدول الإسلامية أولاً قبل أن نوجه الانتقادات إلى قوى من غير المسلمين ومن غير العرب. علينا أن ننحاز إلى الإنسان بغض النظر عن هويات هذا الإنسان. فكيف إن كان هذا الإنسان هو عربياً مسلماً وشقيقاً وجاراً؟ فهنا تتضاعف المسؤولية بصراحة. أستاذ أيمن، أيضاً ممثلون من فتح وحماس يلتقون ربما يوم غد الخميس بموسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة. هل هذه العقبات التي كانت قبل 4 سنوات دون تشكيل الحكومة قبل 4 سنوات، هذه العقبات زالت ربما مع مباحثات القاهرة، أم أن المقاومة تنازلت أو أعادت صياغة بعض شروطها من أجل الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة؟ هذا اللقاء بالمناسبة، يعني هذه المبادرة التي تطرحها روسيا اليوم، هذا اللقاء متأخر جدا. يعني بصراحة هذا أصلا يعني أيضا أنا أعتبره أنه يعني مماطلة الطرفين الفلسطينيين فتح وحماس وتلكؤهما في عقد هذا اللقاء وفي إنجاز توافق وطني على حكومة وحدة وطنية، هذا بصراحة يعني مثلب وعطب كبير بحق الفصيلين وهم الأكبر في الساحة الفلسطينية. لماذا حتى الآن لم يتفقوا على رؤية وطنية مشتركة استراتيجية موحدة لمواجهة هذا العدوان؟ يعني هذا فعلا معيب، فعلا معيب أن نطالب العالم بأنه يعني يتخذ موقف ومساند لقضيتنا. هناك دول يعني تبعد آلاف الكيلومترات وقفت إلى جانب شعبنا ورفعت قضايا ودعاوى جنائية ضد إسرائيل. والطرفين الفلسطينيين المعنيين بالتوافق الوطني لم يلتقوا حتى الآن على الأقل، ولم يصلوا إلى اتفاق، رغم أن هذه العملية كان يجب أن تكون منذ اليوم الأول للعدوان، كان يجب أن يلتقوا وأن يتحاوروا وأن يتفقوا على آلية واضحة، ليس فقط في تشكيل حكومي بل في كل الخطوات المطلوبة لمواجهة هذا العدوان على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية. أنا أعتقد للأسف هذا تأخر غير مبرر وغير مقبول ومرفوض، وبالتالي أضعف الإيمان الآن أن يسارعوا أن يتعجلوا بصورة فعلية من أجل الخروج بموقف واضح وموحد بقطع الطريق على سياسات نتنياهو ولإيجاد يعني توافق فلسطين على كل الملفات، سواء ملف دخول حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير بعد إصلاح هذه المنظمة من كافة النواحي، أو ملف حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط التي ستدير الأوضاع في الضفة وغزة، لأنه في خطورة كمان يجب أن تكون حكومة موحدة تشمل شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، لأنه علينا أن ننظر أنه اليوم من الطروحات الإسرائيلية الخطيرة طرح إقامة إدارة أو إطار محلي مدني لإدارة الأوضاع في قطاع غزة. هذا يجب أيضا أن يرفض رفضا فلسطينيا قاطعا. في هناك خطوات فلسطينية يجب القيام فيها في موسكو، وأنا أقول بصراحة نعم الخطوة جاءت متأخرة واللقاءات متأخرة، ولكن يعني ليس أمامهم الآن سوى التوافق، ما في خيار آخر، وإلا عدم التوافق واستمرار الانقسام الفلسطيني هذا سيسهل كل سياسات نتنياهو ويشرعن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. نعم، أيضا في هذا الإطار دكتور محمود، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط في وقت سابق يصرح بأن حماس لن يكون لها أعضاء في الحكومة الجديدة. هل ستقبل المقاومة وكذلك حماس أن تستبعد بعد كل التضحيات التي تم تقديمها ومع قيادتها للمعركة أصلا؟ يعني هذا ينطبق على فتح خارج الحكومة، هي حكومة ليست حزبية،
وبما يتعلق في موضوع المقاومة، يعني أنا أنصح الجميع بأن نعمل بنفس الوحدة الموجود الآن. الكل يقاوم. قبل حوالي 3 ساعات صدر بيانا مشتركا لفصائل المقاومة من ضمنها كتاب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح: نحن أمام حرب شاملة، تدمير شاملة، إبادة شاملة. كل ما من معه قطعة سلاح بغض النظر عن تنظيمه وبإمكانه أن يقاوم ولديه الثقافة الأمنية والعسكرية ومنخرط في العمل النضالي والكفاحي في قطاع غزة. النفس الوحدوي نحن نلمسه من خلال البيانات العسكرية، من خلال هذا التآخي الموجود في الميدان. وهذه رسالة للأشقاء، من ينطلقون في مسيرات، من المحللين السياسيين، مهم جدا أن هذا الجو الوحدوي النضالي الموجود في الساحة في مخيم جنين وفي مخيم بلاطة وفي مخيمات طول كرم وفي كل محافظات قطاع غزة أن نجده موجودا في الخطاب الإعلامي، على أمل بأن يجسد هذا الشيء من خلال اللقاءات والحوارات التي نجدها أحيانا في قطر، أحيانا في القاهرة، أحيانا في موسكو، على أمل بأن ننطلق باتجاه خطة نضالية وسياسية ودبلوماسية واحدة موحدة تحت جناح منظمة التحرير، حتى نستفيد من حقيقة أن هذه المنظمة معترف فيها دوليا وهي عضو في الأمم المتحدة، وأنها هي من يعني فرزت ومن ناضلت ومن فرضت خريطة فلسطين على الخريطة السياسية في هذا العالم. مهم جدا أن نبني على كل من تحقق على مدار هذا الصراع الطويل وعلى مدار هذه التضحيات الجسام من الكل الفلسطيني، بعيدا عن اسم هذا التنظيم أو ذاك، لأن فلسطين أكبر من الجميع ولأن المأساة كبيرة. نخرج اليوم من أجل الوحدة ومواجهة ما يلاقون من هذا العدوان. نشكركم الدكتور محمود خلوف، الكاتب أو الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من الضفة الغربية. شكرا لكم على المداخلة، ونشكر أيضا مشاهدينا من برلين الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ أيمن فهمي أبو هاشم. شكرا لكم على المداخلة.